مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية معنا الآن. إذن أحييك دانا، نتحدث حول تفاصيل ما يجري وخاصة اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، كيف تبدو تفاصيل هذا الاقتحام وأيضا ردة فعل المصلين أو الفلسطينيين تجاه ما يحدث؟ نعم، بعد التحية دعنا نقول أن بعد 54 عاما على إحراق المسجد الأقصى المبارك، إذ كانت في القدم نيران مشتعلة، اليوم في هنالك نيران خامدة تشعلها الحكومة الإسرائيلية والجماعات المتطرفة التي تنشط اقتحام المسجد الأقصى المبارك. منذ صبيحة اليوم اقتحم 85 مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة المستولى عليه أصلا منذ النكسة عام 67. تمت هذه الاقتحامات كما نقول هنا في القدس بقوة السلاح، بقوة العسكر، أي تحت حراسة شرطة الاحتلال التي أمنت اقتحامات المستوطنين. أدوا صلوات تلمودية واستفزوا مشاعر المسلمين في باحات المسجد الأقصى وعلى أبوابه في تأدية طقوس تلمودية. ننوه أن اليوم هو حساس بالنسبة للفلسطينيين، وعلى الرغم من مرور 54 عاما على هذه الذكرى التي حرقت ما يقارب ثلث المسجد الأقصى المبارك ومنبر صلاح الدين الذي صنع بحلب وأهداه إلى مدينة القدس، هذه الآثار ما زالت حتى اللحظة متواجدة في ذاكرة الفلسطينيين. نتحدث عن تأمين وصول المستوطنين إلى المسجد الأقصى، في المقابل عرقلة وصول المسلمين لتأدية صلواتهم، وهي حق وحرية العبادة التي تكفل كافة المواثيق والمعاهدات الدولية، إلا هنا في دولة الاحتلال التي تحاول عرقلة دخول المسلمين سواء في التدقيق في هوياتهم أو حتى منع بعض الفئات من الدخول وخاصة استهداف فئة الشباب. عدا عن ذلك، سياسة الاعتقالات الاحترازية والاستباقية التي تنفذها قبيل أي حرب، قبيل أي ذكرى لحرب أو حتى ذكرى دينية، لذلك هنالك العشرات من الفلسطينيين مبعدين عن المسجد الأقصى المبارك خوفا من التصدي لاقتحامات المستوطنين. لا يملك الفلسطيني في القدس سوى التكبير في وجه هؤلاء المستوطنين، وهذا هو السلاح الوحيد. نعم. يرد الفلسطينيين، لكن مثل هذه الانتهاكات يعني دائما دانا بحق المسجد الأقصى المبارك ما تزيد الفلسطينيين إصرارا. ماذا عن رد الشبان الفلسطينيين وحتى الذين دائما يدعون إلى أن يرابطوا في المسجد الأقصى المبارك ضد ما يحدث من انتهاكات بحقه؟ نعم، المسجد الأقصى المبارك يعني قد فتيل الشعلة في مدينة القدس، وهي المسجد الأقصى سيشكل عقيدة الفلسطينيين، لا يسمح المساس به، ولربما حرب البوابات الإلكترونية عام 2017 ومحاولة تغيير الواقع التاريخي القائم ستكو أشعل المنطقة، وهنالك تهديدات من إشعال المنطقة من جديد نتيجة الاستهداف المباشر للمسجد الأقصى أو حتى هذه الخطط الاستفزازية وبدعم من إتمار بن كبير وسموتريتش والعديد من وزراء الحكومة الإسرائيلية. يعني السلاح الوحيد لدى الفلسطيني هو الصمود في أرض القدس، هو التصدي لاقتحامات المستوطنين عفوا بكلمة الله أكبر، التواجد في باحات المسجد الأقصى المبارك وعدم السماح بالمساس بمثل هكذا معتقدات. لربما وللأسف أصبحت هذه الاقتحامات مسلسل شبه يومي، إلا أن الفلسطيني يتأكد في كل مرة أن هذا المكان هو حق خاص وخالص له للمسلمين وحدهم جميعا بمساحته البالغة 144 دونم وما يزيد على ذلك، وأن كل المخططات الرامية إلى تقسيم زماني ومكاني للمسجد الأقصى كلها مخططات باطلة ولم تنجح ما دام الفلسطيني متمسك في حقه في الوجود. يعني ما زال مع وجود هؤلاء المستوطنين الذين نعرض أنهم يتجهون للمسجد الأقصى المبارك في انتهاكات مباشرة، ما زال معهم عدد من الوزراء أيضا يساندونهم أيضا دانا، بالإضافة إلى شرطة الاحتلال، ومعهم بن غفير المتطرف هذا الوزير الذي دائما ما يصاحبهم في مثل هكذا انتهاكات. صحيح، يعني دعنا نقول أن إسرائيل أو حتى الحكومة الإسرائيلية أو أعضاء الكنيسة الإسرائيلية لا فقط ينتهكون القوانين الدولية التي تقول أن هذا المسجد هو حق خاص للمسلمين، بل ينتهكون القانون الإسرائيلي ذاته. في القانون الإسرائيلي يمنع على عضو الكنيسة الإسرائيلي دخول المسجد الأقصى المبارك. إتمار بن كبير هو عضو في هذا الائتلاف الحكومي، ولكنه ينقض بكل هذه القرارات والاعتداءات حتى القانون الإسرائيلي، يخالف القانون الإسرائيلي. ولولا هذا الدعم الحكومي من الحكومة اليمينية والأكثر تطرفا في تاريخ الحركة السياسية الإسرائيلية لما وصل الحال إلى هنا، تماما بما يتمثل باقتحام وزير الأمن الداخلي إتمار بن كبير وسموتريتش والعديد. نعم. ويهودا غليك عراب الاستيطان
المسجد الأقصى في محاولة لاستفزاز مشاعر المسلمين أكثر فأكثر طبعاً. ويقول عادة في مقطع فيديو مصور لإتمار بن كبير أن هذا هو هارها بايت أي جبل الهيكل وأننا سنهدم هذا المكان لنبني الهيكل المزعوم الثالث. وفي الفعل بدأت هنالك مخططات تظهر للعلن كيفية تصميم هذا الهيكل بدلا عن المسجد الأقصى، بالمقابل تقسيم مكاني بمساحة 70% من مساحة صحيح. المسجد الأقصى لصالح المستوطنين. يعني هي انتهاكات متكررة من قبل المستوطنين الفلسطينيين برعاية شرطة الاحتلال ووجود وزراء متطرفين أيضا في ظل صمت دولي مطبق. أشكرك على التفاصيل دانا أبو شمسية، كنت معي من القدس المحتلة مباشرة. شكرا دانا.